فقط. طفل وأنا أرقص. مشيح يقول لك بن جابير يجب أن نحكم على ميسي في المباريات الكبيرة، في المباريات المفصلية. لماذا لا يظهر ليونيل ميسي في المباريات التي يحتاجه فيها برشلونة بحق وحقيقة يا بن شيخ؟ لماذا لم يظهر أمام ليفربول؟ لماذا لم يظهر أمام روما؟ لماذا لم يحسم رابطة الأبطال لحد الآن؟ شوف بريميرمو قبل ما ريبوندي لا كيسيون تاعك، ميسي كي تغلق الساعة ميور جوار روموند حتى تقوم الساعة. حاجة ما شكيتش كي يجي واحد آخر، ما نجبونس با، ما إن شاء الله يجي واحد آخر باش ولا كنا حيين نتمتعوا كانا بالفوتبول. ميور جوار دي موند ماشي من السنة. أو كلاصاك بن جابر مع المطبلين. وأنت هو قال لك طب لي وأنت قلت له اشبع أنا نزيد لكم الجواح في الوسط وغيطوا كاع يديك. فهمني؟ ميور جوار دي موند سي با فار لا سيزون كيما عطاو المودريتش بالون عطاوه له قريب راح نقول لك معرفة. دوماج يعطيو له البالون المودريتش. هذيك خسارة فوتبول ماشي هكذا. ميور جوار دي موند اللي يقعد مدة 10 سنين أو 12 سنة في القمة اللي العالم يدهش كيفاش يلعب. ومن بعد يقعد ميور جوار دي موند علاه؟ لأن راح له إنيستا، راح له تشافي، راح له ألفيس، راح له نيمار، يقعد ميور جوار دي موند. رونالدو اليوم من البارح نشوف عاود شفت المقابلة مع لا سبا هذيك. مع سبا نعم. تقول لي بيناتهم ثلاث سنين ولا يقعد في الديزويمات ما ينجمش رونالدو كيما كان يولي مطرد. نعم. شفته البارح ما ينجمش من البحال، يقعد غير في الكاري هذاك ويقابر، مي يرست لو نيميرو 2 مع ميسي في العالم، لان ماشي باسكو دوك 35 اون نقولوا رونالدو او نقص في لي بيت، بيان سور ينقص. وري ولي دوك في الجينيراسيون كاع هادي اللي راهي تلعب في كاع لي كلوب دون لو موند ينجموا يديروا النص اللي راهم دايرين اللي داروه رونالدو او ميسي. دونك يقعدوا لي ميرو موند. نعم. ما نجمو ما تزيدوش تهضروا هذه اللي ما نحبش انا. شغل احنا الجزائريين نحبوا نطيحوا بواحد كيكون المير. ميسي ورونالدو نمموا عيب الناس دوك تكلم عليهم 34 وكونتر راهم يزيدوا يمتعوا فينا، راهم يزيدوا. نعم. يشبعوا فينا. فهمني؟ نعم. لا كيستيون عاود تقول لي واش قلت لي؟ نتحدث عن توهج ليونيل ميسي في هذه الفتره يا بن شيخ، وهل تتوقع انه قادر هذا الموسم على حسم دوري الابطال، هذه الكاس التي ينتظر جماهير برشلونه ان يرفعوها منذ سنوات؟ كوب دوروب. نعم. انا كوب دوروب بكل صراحه في الفوتبول انا فهمت بلي كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. نعطيك ليكزومبل تاع ريال مدريد هما موندوني وحده من لي تروا كوب لي داتا ما كانتش كاع مليحه وبداو دوك الفوتبول فيه خطرات مش عام. ما نقول لك زار، ما نقول لك معجزه، ما نجيبش نتفاهم، ولكن انا ننتق بالمنطق كما يقول صاحبنا في المنطق. بارسا ما تديش تشامبيونز ليغ، ما عندهاش فريق اللي تنجم تدي تشامبيونز ليغ بكل صراحه. شامبيونات ديسبان تقعد تعاني هي والريال وممكن بتات لاتليتيكو ولا، مي باش تدي انا مام لو شامبيونات ممكن. نعم. ما تديهاش مع الريال. نعم. دونك ميسي وحده ما ينجمش. نعم.